اليوم حضرتنا عن الاكسل، لاحظ الانفايرومنت مال الاكسل عبارة عن سيلز. هذا السيلز لها احداثيات، نشوف هنا الكولوم دي والرو اف 5، فهذه القيمة مالته او قيمة السيل او الاحداثيات اللي هي دي 5. من نتنقل بأي مكان، مثلا هنا الـ A كولوم A والرو وين A1، بهذه الإحداثيات راح تتحدد كل سيل من السيلز اللي موجودة داخل الإكسل، وراح نشوف بعدين شلون مفيدة هذه الإحداثيات حتى نكون إكويشنز ونعممها على كل الروز او كل الكولومز. راح نشوف بعدين هذا الشيء. الان في هذه المحاضرة راح ناخذ في الاكزامبل على تيبل بسيطة، فناخذها 4×4، نحددها بهالشكل 4 كولومز و4 روز، حتى نكونها لهذا التيبل. شلون نكونها؟ هنا نروح الى، بعد ما حددناها طبعا، نروح هنا الى هذه الايقونة، ومن هذه الايقونة نقول له all borders، راح تتكون بهالشكل هذا. الان اللي في الاعلى خلينا نعتبرها لسبجكتس مع الطلبة، نقول هنا نكتب سبجكتس وبالاسفل خلينا نقول اسماء طلبة. فهنا خلينا نقول عندنا السبجكت الاول نسميه S1، والسبجكت الثاني نسميه مثلا S2، والسبجكت الثالث S3. وهنا خلينا نقول عندنا الطالب الاول هو علي، والطالب الثاني هو خلينا نقول سمير، و سارة مثلا. وعلى سبيل المثال طلع. الآن هنا خلينا نفترض أو نعطي بعض الدرجات. خلينا نقول علي عنده هنا 50، قلنا العدي هي 50 بالبداية، ومثلا هنا الدرجة بالـ70 مثلا 72، والدرجة هنا مثلا خلينا نقول بالـ90، خلينا نقول 96. وسمير خلينا نقول درجاته على سبيل المثال، خلينا نعطي درجات عالية 98، و على سبيل المثال 92، وهنا 87. سارة درجتها الأولى خلينا نقول 50، ودرجتها الثانية خلينا نقول 88، والثالثة على سبيل المثال خلينا نقول ماخذة بيها 100. طلال على سبيل المثال عنده درجات راسبة، خلينا نقول عنده درجة 44، وخلينا نقول هنا مثلا 58، وهنا عنده في الدرجة أيضا راسبة مثلا بالثلاثينات، خلينا نقول 36 على سبيل المثال. الآن نبرز الـ subjects الرول اللي في الأعلى لإبرازه، راح نحط له background color لون للخلفية، فخلنا نعطيه مثلا لون الأصفر، و للـ column اللي يمثل الأسامي
النطلون مثلا على سبيل المثال البرتقالي، وزيادة في إبراز الرول اللي بالأعلى نختار له منها هذه الزاوية راح يكون بيها حتى يعرض لنا أنجل معينة. خلينا نقول هاي الأنجل بهالشكل راح تعرض. الآن هذه هي التيبل اللي كوناها، نعطيها تايتل مثلا خلينا نقول اسمها degrees of students. فهنا أنا مجموعة من السيلز نكونها أو نحولها إلى سيل وحدة منا من المارج، نحولها إلى سيل وحدة ونكتب داخلها أو داخلها students degrees. هذا التيبل ممكن أن تكون بالمئات لطلبة كثيرين أو حتى أكثر من هذا، يعني الأعداد الطلبة الآن كلش كثيرة، يعني مو منطقي أنه تميز الدرجات مالتهم تجي على الطالب طالب وتتفرج عليه، وإنما خلينا نميزها بألوان معينة ونقسمهم لهذه الثلاث فئات. طلبتنا فئة اللي هم درجات عالية جدا خليهم بلون أخضر السيل مالتهم والكتابة، ودرجة مثلا الراسبين الدرجات الراسبة خليها باللون الأحمر ونترك ما بينهما. خلينا نقول من 85 فما فوق هم اللي راح يكون الدرجات العالية، وجوا 50 هي الدرجات الراسبة. فنروح نحدث بعد ما نسوي تحديد لكل الدرجات هالمرة، بعدين نروح وين إلى الكونديشنال فورماتينج. من الكونديشنال فورماتينج نروح وين إلى هايلايت سيل، ونروح إلى جريتر ذان. هنا راح نحدد الدرجات العالية، قلنا 85 فما فوق نعتبرهم شنو؟ خلينا نقول درجات بلون أخضر، فهذا نحوله إلى جرين ونقول له أوكي. تحولت شكو درجة فوق 85 إلى لون أخضر. الآن بعد نحن بالسلكشن للدرجات، نحول الآن كل درجة تحت 50 إلى لون أحمر. فنروح للكونديشنال فورماتينج من هايلايت سيلز إلى جريتر ليس ذان. هنا بالليس ذان كديفولت يطلع انه هو اللون الاحمر، نقول له اوكي. لكن قبل الاوكي الدرجة حددتها من هي الدرجة 50، 50 فما دون، فليس ذان 50. هنا 50 هي اللي راح تكون الحد، وما دونها هو راح يكون باللون الأحمر. نقول له أوكي. نشوف عندنا درجات صارت باللون الأحمر ودرجات باللون الأخضر، والبقية اللي بيناتهم شبيهة بقت باللون أو بدون باللون. هذا بالنسبة للمحاضرة اليوم، و تلاحظون او عندنا سايز مال الكتابة، وعندنا تفصيل الالايمنت، وعندنا اشياء كثيرة تعتبر شايفيها من بقية من الوورد ومن الباوربوينت. كل هذه أكثريتها شايفيها أنتوا هنا بالهوم. بالنسبة لهذه المحاضرة الآن